عليكم ورحمة الله وبركاته. صراع محتمل على لاعب من لاعبي الدوري المصري. كشف عمر ناجي وكيل اللاعبين عن صراع محتمل على لاعب من لاعب الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. فترة الانتقالات الصيفية التي ستبدأ خلال أيام قليلة من الآن بعد انتهاء بطولة الدوري العام المصري، تحدث عمر ناجي عن لاعب سيتم الصراع عليه بين عدد من الأندية المصرية. وفي تصريحات له بالأمس أكد أن التونسي إلياس الجلاسي لاعب النادي المصري البورسعيدي هو محل اهتمام عدد من الأندية المصرية منها الزمالك والأهلي خلال الفترة القادمة. وأشار في تصريحاته إلى أنه على الرغم من تجديد اللاعب لتعاقده مع النادي المصري لمدة موسمين قادمين إلا أن إدارة المصري منفتحة على بيع اللاعب، إلا أنها قررت تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم الحالي لعدم تشتيت ذهن اللاعب، من بعدها سيتم بحث العروض.